الفنان طارق الإبياري كمان هو برضو معانا على التليفون، وكان من يعني النجوم اللي اكتشفهم الفنان سمير غانم. استاذ طارق، مساء الخير. تحرك فن اخباركم ايه؟ اهلا كمان جميعا بحضرتك. يا رب تكون بخير. احنا بخير. وكلمنا عن دور سمير غانم في حياة حضرتك، وازاي يعني قدر انه يكون سبب في انه يعني نلاقي نجم جميل زي حضرتك كده موجود ربنا معايا. يخليك يا رب. الحمد لله، فضل مساء زوري. بص حضرتك، هو الحمد لله فضل الله استاذ سمير يعني ده استاذي، او انا شرف كبير ليا ان اول حد وقفت قصاده على المسرح او في التمثيل او في التلفزيون كمان كان استاذ سمير غانم. كان عندي ساعتها 7 أو 8 سنين، ويعني دخلت امثل قدام استاذ سمير وسايبني اقول، وقعد يقول لي حاجات اقولها. وهو استاذ سمير كمان راح طلبني بعديها في مسلسل، رحت عملت مشهد معاه، كان شرف لي ان اول حاجه امثلها برضه في التلفزيون بناء على طلبه هو. ودارت الايام وفضلت اتربى في مدرسه الاستاذ سمير غانم، كنت بتشرف جدا ان الله يرحمه استاذ، يعني كان بيقول ان انا من تلاميذه، ولغايه الى ان اخر مسرحيه فوجئت ان هو طالب ان انا اخرجها له، يعني عضو مجلس السنه، وكان شرف ووسام كبير على صدري لان انا اتربيت على اعماله كمشاهد قبل كممثل. طب كممثل هل تاثرت بيه بشكل او باخر؟ طبعا اكيد اكيد استاذ سمير بيحترم جمهوره وبيحترم الناس اللي بتشتغل معاه، يعني استاذ سمير من اجمل الكواليس اللي الواحد ممكن يستمتع بيها حاليا، لان المسرح بيبقى زي البيت التاني، يعني الواحد بيبقى بيقعد في المسرح اكتر ما بيقعد مع اهله. فاستاذ سمير وحضرتك هتلاقي حتى في اعماله كلها ان ده واضح، لان هتلاقي فريق عمله بيزيد ما بيتغيرش، يعني قليلا ما تلاقي حد مشي او اتغير، وحتى لو اصبح نجم. يعني مثلا استاذي برضه الاستاذ طه زكريا الله يرحمه برضه من احد تلاميذ استاذ سمير، صحيح، ولما ربنا كرمه بقى نجم كبير فضل شغال مع استاذ سمير في الفرقه ما مشيش، لان استاذ سمير استاذنا، وكان بيعامل الناس كلها، يعني كان اللي يقول حاجه حلوه كان يجيب له هديه او يدي له فلوس على المسرح، يعني كان دي. لا احكي لنا ايه نوعيه الهديه؟ كانت الهديه دي بيبقى شكلها ايه مثلا؟ يعني كان يطلع 200 جنيه يعني اي حد. لا ده مبلغ على فكره وقتها، ده مبلغ صح. اي حد يقول حلو لا يطلع له 200 جنيه. فكان فيها جميل ان هو بيحمس حتى اللي حواليه ان هم يجتهدوا وان هم يعملوا شغل حلو. بس الله يرحمه حبيبي من اطيب الناس واستاذي، وطبعا استاذ سمير صبري شرفت ان انا اشتغلت معاه في ما هو واستاذي استاذ عبد المنعم فالنتينو، وكان في علاقه طيبه جدا تجمعني باستاذ سمير، ان هو اتشرف ان انا يعني كنت بعرف اتواصل معاه او اسلم عليه او اعيد عليه ويرد عليا برضه. فدي اساطير وناس قامت مكانهم يعني بصراحه انسانيا وفنيا. صحيح، ربنا يرحمهم يا رب. بنشكرك جدا فنان طارق الابياري، نورتنا، شكرا لوجودك معانا.